يسعدني أن أعلن قرار مجلس الجامعة العربية الدولية لتخريج وزيم احكي لنا شو وضعك شو اخبارك؟ انا الالكشن. كيف شعورك؟ شعوري يعني ما بين الحيرة والحيرة. هذا فلسفي وادب. لا لك شغلي روح وضع بالنهاية شغل. الواحد بيتخرج من الحياة it is a sample sample الله وكيلك ايه بيتخرج من الحياة. هلا رح نفوت نحن على على اصل الامويين تمام ان شاء الله خير يا رب. وهلا رح يصور لكم الدكتور حسن انه انا اول واحد بدفع يلا الحمد لله وصلنا بسلامه رحت الكلاويش تبعونا ان شاء الله تتذكروا الفيديو بعدين. رح تبكي يا زلمه شو تحكي لنا كيف شعورك؟ شعوري كثير صراحه جوعانه هذا هو شعوري حاليا. فرحتي؟ فرحتي ايه طبعا بعد ما درسنا كل هالمواد يعني خمس سنين اكيد وصلنا واخيرا ما خلصنا عملوا لنا حفله واخيرا مبروك ميرسي مبروك لك حياة بس ما في شيء ثاني؟ مو مشاعر كثيرة يعني لغاية ما حتطلع ايوه قولي يا نور يا نور خمس سنين من حياتي مشاعر احلى خطائية واخيرا وصلنا لهون الحمد لله وبعدين؟ لسه خليني ما بعتبرها ايوه خلاص هذا المهم يعني مبروك. هلا احكي لنا كيف شعورك؟ والله مبسوط كثير. مجاب؟ مجاب كيف شعورك هلا؟ الحمد لله ماشي الحال، انا خايف كثير يعني بس انا واثق انه كله رح يصوتوا لي. ايه رامي شو وضعك؟ احمد اماني رح يوقع، رح يوقع. جد رح يوقع اول واحد اول واحد رح يوقع. خلود؟ شو شعورك بهاليوم؟ شعورك بهاليوم؟ طاير حالي، ما مصدقة. قبل بيوم بريك. ايه. كيف مستقبلك؟ رائع يا ريتني يا شبيبي اذا سمحتوا بدنا ناخذ هدوء لنحسن نحكي. هلا شوف شو شعورك انت. انا شعوري مثل ما هو. ساتو كثير مقربة. ما حيتغير شعوري ما بعرف شو حيتغير. شو شعورك طيب؟ مبسوط يعني مشاعر مبسوط هلا. شبيبي كل ما عم نتاخر بتتاخر التحكي. مشان نكون واقعيين. اذا سمحتوا اعطونا هدوء. اكيد اخر مره بنشوف فيك يمكن. لا ان شاء الله بنشوفك اكيد. الا الا ما شباب العباب اخ مازن نعم كيف شعورك اليوم؟ والله شعور حسن حسن كيف شعورك اليوم؟ وجاف كيف شعورك اليوم؟ قلت لك هذا شعور لا شعور ان شاء الله منيح الحمد لله. لا من هيك ما بقدر اعطيك. بعدك الله يرضى عليك. صبري كيف شعورك اليوم؟ أنوس كيف شعورك اليوم؟ يوم 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 يومك يا حلو تخرج بيرثدي بيرفكت على سلمى خلصنا. نور كيف شعورك اليوم يوم تخرجك؟ والله كثير مبسوطة وكثير رح استفقد لأيام الجامعة. أكيد كلنا رح نستفقد لها. أكيد ليلى مبروك أجمعين. ليلى كيف شعورك اليوم بعد التخرج؟ ما رح أفوت غير لرفقة أكيد حصلن. والجامعة؟ شكرا كثير على المعلومات أعطيتني إياها. شكرك حاج حل يعني استفدتي منها بعد كبيتيهم؟ لا بقى حتى حالي دكتور عم يحكي معي حاج كيف تكون؟ لا يعني مشان نكون صريحين يعني ما حافوت غير للرفقة أكيد يعني كلها حاجة نشوفك بعد التخرج. كيفك مها؟ كلية العمارة كيفك؟ الله يبارك فيك مبروك لك كمان. كيف شعرك يوم التخرج؟ بس هاي؟ كيف انت؟ تمام مبسوطة بس؟ احلى يوم احلى يوم مع الاحداث كمان. اكيد
كيف شعرك يوم تخرجك؟ حماس سايدين. يلا سرعة بعد التعب خمس سنين. ياسر خمس سنين. هالدهر. ياسر. نجحنا. طارق علي. كيف شعرك يوم تخرجك؟ لا لا عارف عن حالك. رنا شمسية. مندوبة دي. مندوبة دي. مندوبة دي. كيف شعرك يوم تخرجك؟ شعورك كم تخرجك؟ فكرت الصورة. لا والله. شعوري؟ لا والله. كيف شعرك يوم تخرجك شنطة؟ كثير مبسوطة. بدل لحام. هذا طلب دوار اللحام. كيف شعورك يوم تخرجك؟ والله السعد. انت بالسعد؟ هبة العالي. ما ادري ما ادري يعني. كيف شعورك يوم تخرج؟ انا حاسس بشعور لا يوصف. لا يوصف. فجأة كبيرة. يا لطيف. طيب حاول توصف. طاير عالي. طاير عالي من الفرح. يا سلام. شعورك يوم تخرجك كيف؟ والله مروق كثير. كيف شعورك يوم تخرجك؟ كيف شعورك يوم تخرجك؟ سوتين. سوتين. سوها. مقام نسعد لحالك؟ هدول خالصين. عم تستني نازولي. هنا بكلك. كيف شعورك يوم تخرجك؟ والله كثير حلو. مبسوطة؟ الحمد لله. كيف حياتك بعد الجامعة؟ والله تزوجت وانا حاول هلا. خلص مبروك. كل برياء ولا ما حدا برياء؟ لا كله بيحدا تزوجت. كل برياء انا حامل؟ يعني غصب. معلوماتية. ايوه علينا. اقبال؟ كيفك؟ مصطفى دلتني. شو شعرك يوم تخرجك؟ كثير مبسوطة. حاسة أحلى يوم حياتي. مصطفى محمد. بعد تأدي للجامعة؟ محمد أنا أسمع أمي. أكيد من هلا عم بنتقل للجامعة وراح أتأدي. هبة دلتني. للجامعة بس ولا تقول؟ هبة. أكيد. أكيد. بتقدر دفعتنا إن شاء الله. هبة دلتني. نور كيفك؟ شو أخبارك؟ كيف شعورك يوم تخرجك؟ رهيب شعور رهيب وغريب. محمد وين هاي؟ شو هو؟ رهيب كلمة كثير مبسوطة حضرني. محمد وين؟ طلب الشهادات العليا. إن شاء الله. هاي لمين؟ رحاب كيف شعورك يوم تخرجك؟ مبسوطة كثير واحد، زعلانة كثير لأنه أهلي مانوا معي. عامر زبد. مبسوطة كثير إني شفت رفقاتي بعد خمس شهور ورح نسب حلو. وكثير كثير أنا مبسوطة. بتمنى الكل الخير. إذا في حدا زعلان يسامحني. إن شاء الله دائما. وسيم السومي. دانيا كيف؟ وسيم السومي. كيف شعورك يوم تخرجك؟ شغلة فظيعة. محمود فعلي. شو الفظيع فيها؟ كيف شيء؟ أحلى شيء بالحياة. طريف السعدي. رشيد في يوم تخرج؟ أيوة عندهم. محمد. علاء الدين كياني. سلام. أنا كيف؟ أجيبك. طلال. كيف شعورك يوم تخرجك؟ طلال. بس هاي؟ بس هاي. أيام العادة. محمد ياسر حاج حمود. لا بس اليوم بالذات نعم مو طبيعي. محمد ياسر حاج حمود. بعد تسجيل الجامعة؟ نعم. بعد تسجيل الجامعة؟ هل جاي محمد ياسر هون؟ أبدا؟ أبدا ولا واحد مني. ليش؟ لو أي ما فيني. أنا كنت المناية حاضر. ما في حتى ما هي الأجمال؟ يا عم بس ما آخر معناته بعد الجامعة. كريس. كريس. يسعدني أن أعدل قرار مجلس الجامعة العربية الدولية لتخريج الدفعة يا ساعة وساعة لك وحبي يبدأ ساعة
يرفع ايده ويتوجه للقاعة المواجهة بالطرف الثاني. سنة جراح
Thank you.